السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله هنعرف الدولار الناميبي. زي ما انتم شايفين قدامنا دلوقتي، دي 10 دولار ناميبي من الخلف، بعض الغزلان على ظهر صورة العشرة. طبعا العملة إصدار 2021، ألوان العملة جميلة جدا باللون اللبني. ثم بعد ذلك ورقة ال20 دولار ناميبي باللون الأصفر أو البرتقالي، عليها صورة رئيس الجمهورية الموجود حاليا. أيضا بعض الغزلان، العملة دي إصدار سنة 2018. بعد كده ورقة ال30 دولار ناميبي، فيها 3 رؤساء للجمهورية، طبعا دول اللي خاضوا في عملية السلام. بعد كده ال30 دولار ناميبي، وطبعا قليل جدا اما تشوف عملة فيها فئة ال30، عليها صورة خرتيت، 2 من الخرتيتين موجودين على ظهر العملة. بعد كده صورة ال50 دولار ناميبي، عليها صورة مزارع قديم يسمى كابتن هندريك ويربول. دي صورة ال50 دولار ناميبي، إصدار سنة 2019. عليها أيضا صورة بعض الكودو، حيوان الكودو الموجود في دولة ناميبيا. نفس الكلام ورقة ال100 دولار ناميبي، عليها صورة كابتن هندريك ويتبول باللون الأحمر في الأصفر. ثم بعد ذلك أيضا بعض الأوركس أو الظبي البري الموجود في ناميبيا. دي ورقة ال200 دولار ناميبي. شكل العملة جميل جدا، بيختلف شكل الظهر، عليها صورة أيضا بعض الأنتوبيلي. دي أكبر ورقة في العملة الناميبية، ال200 دولار. شكرا ليكم جزيلا.